نعم، للأسف جاء اتصال الحمد لله وانقطع التسجيل، فنحن قلنا بأن الفرح المتطرف والحزن المتطرف ليست حالتين طبيعيتين، وليس هما ما يطمح أو يجب أن يستهدف الإنسان الفرح. لا يجب أن يستهدف الإنسان الفرح، يستهدف الحياة الطيبة، يستهدف السعادة، يستهدف الاستقرار الداخلي النفسي، الرضا، السلام الداخلي، الراحة النفسية. هذه هي الحالة التي يستهدفها الإنسان. ما أعرف، كأنه يمكن الصوت يوصل حق البلكونة هذه مثلا، ما أدري، موضوع محرج شوي. يا إذا طلعت على البي بي سي بعد شو اللي ناقص؟ أهم شيء إنه قصصوا الخبر على أساس إنه يكون من ناحية شخصية، وخلوا كل الفوائد والقيم. المهم، يلا إذا خالف، لكن الحمد لله يعني عرضوني أو يعني الرسالة وصلت إلى الشباب وإلى الخبراء بأن هناك إدمان فعلي للموضوع، وهناك ناس تستغيث، وهناك ناس وصلت استغاثات من أرسلوا إلي. المهم، فكما يقول الدليلي وكما يقولون يعني في كثير من الحكماء الصين والهند، ان الانسان مشكله الفرح، يعني لماذا الانسان حينما يعني عندما يسلمه الله يفرح، هنا تكون حاله خطره، لانه يبدا يستهين بالموضوع، يبدا يتهاون ولا ياخذ الحيطه والحذر، فيخفض دفاعاته ويعتقد بأن الموضوع تم بسبب أن شخصيته ذو شخصية قوية، وأن له إرادة فولاذية، وأن هذا أمر يعني أمر مغروس في ذاته. يعني هو محارب من الزمن الصعب، يعني هو إنسان صلب، فلذلك هو اجتازه. والحمد لله ذهب السيئات عني، ولا داعي بأني أنا أكترث وأشغل نفسي بهذا الموضوع. وهذا هو ما ينكسر كل مرة. بالله عليك أخي، يعني أنت اجتهدت اجتهاد قوي حتى تصل إلى ما وصلت إليه في الوقت الذي تستهين فيه، وتخفض دفاعاتك، وتترك التدرب والتمرن وأخذ الحيطة والحذر، ستنتكس. في كتاب اسمه ريلنتلس لمدرب لمدرب اللاعب الشهير مايكل جوردن، فيذكر ريلنتلس، يعني الكتاب كله يدور على عدم التوقف عند حد. يقول ان هو الذي جعل من مايكل جوردن والنجوم كرة السلة الأمريكية نجوما، هم من كانوا يلجؤون إليه، هو من كانوا يلجؤون إليه حينما يريدون تحفيز، حينما يريدون نظام خارق يصل بهم إلى القمة يصلون. فيقول أن هؤلاء الذين هم في القمة هم الذين في الوقت الذي تكون طاقتهم فيه منخفضة يعملون ويجتهدون، بعد الفوز يجتهدون، قبل الفوز يجتهدون، في الإصابة يجتهدون، في القوة يجتهدون، وليست ولا يحد طموحهم حد، ولا يقبلون بالفوز العادي. يعني الفوز أو المستوى الناجح الذي عليه أغلب الناس لا يرضون به. ما الذي يتحدى قدراتهم؟ ما الذي، ولذلك هم دائما حينما يستريح الناس هم يعملون. حينما يذهب الكل إلى البيت بعد التمرين هم
يبقون في الميدان ويتمرنون، من كل مجتهد نصيب. دعني أقول لكم على أمر أيها الأخوة. يقول جيم جي جي يقول 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 جيمون يقول جيمون حينما تنجز، طبعا يقول لا توجد راحة إلا بعد إنجاز العمل، وحينما تنجز العمل فلا ترتاح كثيرا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا ينام حتى يسقط من التعب. نعم نم، إن كنت تريد أن ترتاح نم نم، أنا لا أقول لك لا تنام، ستنام 10 ساعات 12 ساعة ليس عندي أي اعتراض لا على نفسي ولا على أحد ثاني. تنام تنام نوم راحة قصوى، راحة يعني راحة صحية، لكنك أنت ترتاح في التشكع وترتاح في الالتهاء والاحتفال، حتى لو قلنا أن احتفال حلال ليس هو الموضوع حلال وحرام، الموضوع بأن أنت يجب أن تكون في عمل واجتهاد دائم. أنت تحتفل لماذا؟ هل مات الشيطان؟ هل نفسك الأمارة بالسوء استحوت وتحكمت فيها إلى يوم القيامة؟ أنت إذن أصابك العجب، والعجب يحبط الذنب يحبط العمل. فأنت لا تكن كما في الآية فرح فخور، أنا وتنظر ليس أمام غيرك أمام نفسك، أنا ذو شخصية قوية، أنا تركت الفاب تركت العادة السرية. أنا لا تقل هذا الكلام، استمر بأخذ الحيطة والحذر، استمر في عمل ما كنت تعمله لكي تكون على النو فاب، ما كنت تعمله كيف كنت مجتهد لكي تخرج منها، استمر. يوسفني أنا أقول لك بس، لكن هذا هو ما سيصقل شخصيتك ويجعل منك إنسان ناجح ورائع، وأيضا لا تكن ناكرا للجميل. حينما تقع وتنتكس تذكر أيام النعمة، أيام التي أنعم الله عليك بها، ولكي تعرف بأن الأمور ليست سوداوية طوال الوقت، ليست الأمور كلها مظلمة، ليست الأمور كلها دائما انتكاس، هناك أيام فرح أو أيام سعادة وشكر، وأيام سعيدة، وأيام تعافي، وأيام حمد. وأيضا لا تكن الشخص الذي ذو دعاء عريض حينما تصيبك الضراء، وحينما ينجيك الله تنسى كل هذه المواضيع، ولا كأن حصل، كأن الله نجاك، ولا كأنك أنت دعيت فأجبت. فكن ذو شكر في كل الحالات، ذو صبر في حالة الضراء، بل وشكر ورضا، وكن على نفس مستوى العبادة، نفس مستوى الشكر، نفس مستوى النوفاب، نفس مستوى التمارين، وأنت بعد الترك وبعد التعافي. طيب لقال أن يقول إلى متى على هذا الموضوع؟ والله أنت تقدرها، لكن أعرف أن الموضوع ليس سهلا وليس سريعا، لن يتم سريعا. إن أنجزت 90 يوم فاستمر حتى 6 أشهر، استمرت 6 أشهر فاستمر حتى سنة، بعد ذلك لنا حديث. المهم هو أن تعرف المعنى من الحياة، وتعرف ضرورة البقاء على النوفاب. كانت مقولات سريعة وتأملات حببت أن أشاركها معكم. نراكم في فيديو القادم، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. في أمان الله، نراكم قريباً.